مساء الخير على كل المتابعين، اتمنى لكم يوم سعيد واعمل لكم اطلاله مميزه جدا من قصر عابدين، طبعا احد اشهر الرؤوس الرئاسيه الملكيه يعني في الحياه المصريه الحديثه. وهو طبعا يعني كان قصر حكمت منه مصر من حوالي 1873 بعد ما قرر الخديوي اسماعيل يعني ينزل من القلعه ويستقل مكان جديد يحكم منه البلاد لغاية طبعا ثورة 1952. خلينا نقول برضو ان من اشهر الاحداث اللي حصلت هنا هو حصار الانجليز للملك فاروق سنة 1942 عشان يعني يخلوه يشكل حكومة، يعني هم كانوا عايزينها في الوقت ده. دي كانت حادثة شهيرة جدا. قصر عابدين طبعا في الوقت الحالي هو بيحتوي على الكثير من المتاحف الجميلة، وهو تحول الى مكان سياحي، السياح بيجوا هنا بينبسطوا، بياخدوا صور بيشوفوا المتاحف المختلفة اللي بتتكلم عن مقتنيات أسرة محمد علي، وبتتكلم عن يعني تحف كبيرة جدا، متحف حربي وحاجات خاصة بالنياشين والأوسمة والفضيات والحاجات المذهبة إلى آخره. كل ده موجود في قصر عابدين. خلونا كده نقلب الكاميرا أوريكم قد ايه القصر جميل. طبعا دي بعض المدافع اللي موجوده، ودي طبعا يعني الجناين المختلفه اللي مرتبطه بالقصر. وطبعا ده مبنى القصر. القصر جميل جدا على اروع وافضل ما يكون، زي ما انتم شايفين، شايفين الازهار الجميله والاماكن الخضراء الجميله اللي موجوده فيه، ومجموعه من المدافع. شايفين الشجرة العتيقة دي اللي فيما يبدو يعني أكيد عمرها أكتر من 100 سنة، وده واضح من الروت بتاعها أو الجذع بتاعها. ده مجموعة المتاحف اللي موجودة في قصر عابدين. كالعادة العميل أو السائح بيدخل من الباب ده ويخرج من باب الناحية التانية. خلونا كده لو هقدر أخش أصور. دي بقى مجموعة المتاحف من الداخل، فيها مجموعة من الأسلحة ومقتنيات خاصة بالملك فاروق. ده مثلا متحف الأسلحة، اللي هي متاحف كمية.